يتعلق الأمر بندوة علمية من تنظيم رابطة كاتبات إفريقية التي تستهدف يعني جمع أطراف متعددة لبلورة تصور أو ربما نداء من مدينة وجدة حول دور المرأة الإفريقية في استكمال الاقتصاد الاستقلال الوطني لمجموع الدول الإفريقية. طبعا هذا يأتي في سياق المساهمة في ترقية الأوضاع السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية للمرأة بصفة عامة وللمرأة الإفريقية بصفة خاصة. وأعتقد بأن عقد هذه الندوة في المغرب إشارة واضحة إلى الخطوات الإيجابية التي حققتها بلادنا على الأقل فيما يتعلق بتوسيع تمثيلية النساء في مختلف الهيئات المنتخبة وإيلائها مكانة تستحقها في مختلف فروع القانون وفي مختلف السياسات العمومية ببلادنا.